ربي يبقى انا نشوف اللي فما استباق للغلق، لعمليه الغلق هذه عندهم ريبه وشك في هالاحراج اللي باش يقع للحكومه التونسيه، فاستبقوا بتكوين هيئه الشيخات والمشايخ في نوفمبر 2017، ولا يمكن يا توانسه باش تستهينوا بها، راهو تاسيس لدوله دينيه تيوقراطيه، هاو نبهكم واضح. راهو الدولة التيوقراطية لن ترحمكم. سامحني وسامحني سي مراد، الهيئة هذه اللي تكونت فيها الشيخات هذيا هما راهم منضوين في حركة النهضة. سي نور الدين الخادمي وسي حمدة سعيد، وعندنا كذلك مدام سلمى صرصوت، وعندك سناء الحداد اللي هما عضوات في المجلس التأسيسي موجودين في الهيئة هذه. وقالت الأستاذة أحلام يعطيها الصحة ونعاضدها فيما قالته، هذا أكبر دليل على أنه حركة النهضة لم تفصل بين الدعوي والسياسي، هي حركة بين ظفرين تترهدن علينا. تعرف كيفاش تترهدن ولا لا؟ هاو نفسر لك كيفاش سياسة الترهدين اللي تعمل فيها حركة النهضة. زعيمها يلبس لي الكرافات ويخرجوا للسفارات وين أقداح الخمر يحضرون هناك أمام السفراء باش يبينوا رواحهم في زي مدني ومع مدنية الدولة، ويشرعوا لتحليل الخمر وبيعه في البرلمان، ويخرجوا مع سي رضوان المصمود يعرابهم في أمريكا، هذا متاع الإسلام والديمقراطية باش يتشدقوا علينا باقي المحاضرات، الإسلام والديمقراطية ونحن والانتقال الديمقراطي، وأكل سامحوني بين ظفرينك البلوط اللي ما عادش يتعدى إلا على القواعد اللي إن شاء الله إن شاء الله يسمعونا ويفهمونا. واضح. وبعد يعمل لك بالمقابل هالهيئة هذه متاع الشيخات والمشائخ وتقول لي هنا الدعوي والسياسي هم لم يفصلوا لا دعوي ولا سياسي، وان شاء الله رئيس الجمهوريه هو نتصور فاهم، ولكن الله غالب علينا كرسي 2019 هو اللي هدلنا قوايمنا.